بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة نتكلم على موضوع وعدنا به writing the scientific manuscript. ما بشوف الموضوع ده مهم جدا لكل الناس. إذا كنت نائب أو نائبة فبتعمل رسالة ماجستير هتبقى محتاج انك تعرف في الموضوع ده. إذا كنت بتكتب رسالة دكتوراه مهم جدا تعرف إزاي to write scientific manuscript. لو كنا بنترقى بنعمل paper مهم جدا انك تبقى عارف how to write a paper. طيب الهدف ايه من المحاضرة اللي هتبقى على مدار 10 فيديو سيشنز؟ دي زملائنا الصغيرين اللي بيعملوا رسائل ماجستير ودكتوراه وزي ما بقولنا بيعملوا ابحاث يترقوا. وهنشوف على مدار العشرة فيديو سيشنز ديت ستيب باي ستيب انستراكشنز احنا نعرف ازاي نكتب المانسكريبت. كمان مهم للناس كلها حتى ازاي تقرا بيبر, هاو تو رايت ريد بيبر, هاو تو كريتيسايز ذا بيبر. لكن في البدايه خلينا نتفق انه من غير بابليكيشن ما كانش هيبقى فيه علم. قالك without publication science is dead. فعلا تصوروا حضراتكم المكتبات والكتب والكلام من ده لو مش موجوده كنا عرفنا ازاي, اتعلمنا ازاي؟ ولكن other words if you don't share your investigation knowledge they don't mean anything by themselves. لو انت عندك experience رهيبه وعندك شغل كتير قوي لكن ما نشرتش الشغل ده وما عملتوش ملهاش اي قيمه, ما لهمش قيمه خالص. ف قد كده البابليكيشن is very important to continue the life of the science. طب ايه الاسباب اللي بتخلي عندنا مشكله في الرايتنج والبابليكيشن؟ الحقيقه في اسباب كتير لكن الحقيقه اهمهم the lack of time. الناس مشغوله وبتشتغل ما عندهاش وقت, ما عندهاش وقت تكتب, يأجل. الاول ريسيرش اندر واي, ريسيرش ما انتهاش فمش قادر تقف عند اند بوينت وتقعد تبتدي تكتب. بروبلمز كو اوثرز مع بعضهم, نيجاتيف ريزلتس, انت بتعمل ريسيرش ومنتظر ريزلتس معينه فبتطلع لك ريزلت ثانيه او ريزلت مش كونسيستنت مع الواقع او المنطق, او يبقى عندك انكمبليت ماتيريال, عندك صور بوست بس ما العيان مالوش صور بري, عندك صور بري ما عندكش صور بوست, انكمبليت ماتيريال او لاك اوف داتا, ما عندكش داتا كامله للسامبلز اللي انت شغال عليها. لكن الحقيقه اهم سبب الاخير ده اللي هو lack of necessary skills and experience in the process of writing. عندنا مشكله في الرايتنج, ما بنعرفش نكتب, وده هدف المحاضره او مجموعه المحاضرات. طب لو كتبت وبعت بيبقى ايه اهم الاسباب؟ ريجكشن اوف مانسكريبت. انا حطيت مانسكريبت في مجله وبعدين يحصل له ريجكشن, يترفض. اسبابها ايه؟ اهمهم lack of originality او significance بيقولوها بالبلدي كده, انه فكره استهلكت قوي, ما فيش جديد, ما بتعملش حاجه جديده, عمال بتكرر الكونكلوجن بتاعت افكار قبل كده, ما فيش اوريجينالتي. او انك تبعت لجورنال موضوع مش بتاع الدومين بتاع الجورنال, يعني واحد يبعت موضوع بيبر ايثيك في مجله المايكروسيرجي او يبعت بيبر بيرن في مجله الايثيك بلاستيك سيرجي او فلوز ان ستادي ديزاين, الستادي ديزاين فيها لخبطه مش منطقيه, فيها كده حاجات مريبه. نرجع تاني البور رايتنج والاورجنايزيشن, تلاقي البيبر مهلهله فيها مشاكل, فيها سبيل ميستيكس, فيها الترتيب مش مظبوط. اخر سبب ان هو ما بيبقاش سبب مرتبط بيك لكن انك مصر انك بتنشر في اوفر لودد جورنال, تبعت لجورنال العالم كله بيبعت عليه بيبقى عنده ويتنج لمده سنتين, فده في الغالب بتبقى الفلترز بتاعه عالي جدا فيعمل لك ريجكشن.
طيب لما بنعمل اوفر فيو في موضوع الرايتنج ساينتفك من سكريبت، نحب نعرف انواع البيبرز او الارتكلز او المانسكريبت اللي بنحطها للجورنال. اول نوع اللي هو الاوريجينال ساينتفك او الريسيرش ارتكل، وده اللي هو معظمنا بنعمله، اللي هو انت بتحط بتعمل ميثودولوجي وبتعمل سامبلينج وبالجروبينج، وبعدين بتحط ميثودز او تكنيك بتطبقه، وبعدين بت 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 بتحط بالطريقه للايفالويشن والميجرمنت، ده اسمه ريسيرش ارتكل اوكي او الاوريجينال ارتكل. في نوع تاني اسمه ريفيو ارتكل. ريفيو ارتكل ده ان واحد بياخد موضوع او توبيك وبيعمل عليه تجميعه ويكتب ريفيو عليه. النوع الثالث اللي هو الكيس ريبورت، حد بيعرض كيس ريبورت، كيس واحدة او اتنين او تلاتة كيس ريبورت، ودي في الغالب بيبقى فيها فايندنجز نادرة او تكنيك جديد بيطبقه. الحاجة الاخيرة اللي هو الليتر، او بيسموه الاديتوريال ليتر او ليتر تو اديتور، او وده نوع من الببليكيشنز. تمام، لكن خلينا كمان نشوف في حاجة اسمها الـ evidence based medicine. يعني ايه level الـ evidence based medicine؟ الـ evidence based medicine ده يعني يقينية research، يقينية المعلومة. كل ما زادت يقينية المعلومة كل ما كان الـ level of evidence based عالي، وكل ما كان الـ level بتاع الـ evidence based بتاعتك عالية كل ما كان ده قيمة اكبر للارتكل ونوع الريسيرش اللي انت بتعمله. فهنلاقي مثلا الريسيرش ارتكل ده بياخد evidence based يعني عالي نسبيا، وهنلاقي ان السيستماتيك ريفيو والحاجات اللي هي الريفيو ارتكل دي ما فيهاش statistic، ما فيهاش evidence based، فهنلاقيها شويه في تحت في القاع، ايفيدنس بيز بتاعها قليل. لكن الحقيقه اعلى شيء بالميتا اناليسيس اللي هي في التوب بتاع الهرم بتاع الايفيدنس بيز. الميتا اناليسيس دي طريقه من الريسيرش، الحقيقه دي ممكن يبقى لها محاضره لوحديها وليها نعرف ايه هي. بس سريعا كده، الميتا اناليسيس دي هي انك بتاخد سبجكت معين او بتاخد سكوب معين، كومبليكيشن لتكنيك او فايندنجز معينه، وتاخدها على مستوى مثلا على ديوريشن اوف بتاع 5 سنين او 10 سنين. والميثودولوجي بتاعك بيبقى الريسيرش انجن، تجمع كل الابحاث في خلال الفتره دي الخمس سنين او العشر سنين اللي اتكلموا على الموضوع ده، وتعمل لها ستاتستيك عميقه جدا علشان في الاخر تطلع فايندنج. ده اسمها ده ببساطة بتبسيط شديد جدا ده معنى الميتا اناليسيس. لكن طبعا هو الميثودولوجي بتاع الميتا اناليسيس ده فيه امور معقدة كده تحتاج انك تتفهم في محاضرة لوحدها. قبل ما نكتب اي بيبر او نشرع في اي استادي، لازم تقعد الاول تكتب استادي بروتوكول. لو انتوا كوثر مع بعض تقعدوا تعملوا ورقة عمل استادي، بيسموها البروتوكول، بروتوكول الماجستير او بروتوكول دكتوراه او بيبر، تعمل لها بروتوكول. والبروتوكول ده لازم تحدد فيه انت الاستادي بتاعتك دي بروسبكتيف ستادي ولا هنعمل ريتروسبكتيف ستادي. بروسبكتيف ستادي زي دي انتجريت ستادي، ده انتوا الانفستيجيتورز بيقعدوا يحطوا الاستادي ويريكروت السبجكتس ويعمل طريقه معينه يحددها هو مسبقا للتكنيك او الميثودولوجي وطريقه الايفالويشن والفولو اب هيبقى قد ايه والداتا هتبقى قد ايه والكلام ده. انما في الريتروسبكتيف لا، الريتروسبكتيف بتبقى انت بترجع للداتا والريكوردز اللي عندك وتجمعها وتحد، وبتبقى اوريدي انت عندك ماتيريال او عندك تكنيك اتعمل وماتيريال اتعملت عليها وفي داتابيز. فانت الريتروسبكتيف دي انت بتعمل ميثودولوجي لفتره سابقه قبل كده. اوكي، مره تانية البروتوكول ده عباره عن ايه؟ ده بروتوكول زي كده ايه، تعاقد انك بتعمل ريسيرش، بتحدد فيه ايه الاوبجكتيف بتاعتك، انا عايز ايه، الايم بتاعك، الديزاين بتاع الاستادي اوكي، الديزاين اللي احنا بنسميه الميثودولوجي، هشتغل بتكنيك ايه، هستخدم آلة ايه، هشتغل لمدة قد ايه،
الجروبنج بتاعي دوت هيبقى جروب ايه وبتاع ايه، وفي كنترول ولا لا. كمان بتحدد نوع الاستاتستيك اللي انت بتشتغل بيها، وبتحدد الكلينيكال ترايل. مهم قوي في البروتوكول حاليا اللي هو وده هنتكلم فيه المره الجايه، اللي هي الايثيكال اسبيكت، انك تحدد السيفتي للجروب اللي انت بتشتغل عليهم. المره الجايه هنتكلم على حاجه تانية.